مجزرة شهداء لحتى الآن في مكان القصف، خيام النازحين، مجزرة كبيرة لحتى الآن النار مشتعلة، ولم أشاهد في حياتي مجزرة بهذه الصورة، لم أشاهد مجزرة كبيرة، 50 شهيد حتى هذه اللحظة، شهداء في كل مكان، الصورة لا توصف، الصورة لا توصف، شهداء هنا وشهيد هناك وشهيد هناك. منطقة النص في خان يونس، هنا شهيد آخر، هنا شهيد، هنا شهيد آخر. حسبي الله ونعم الوكيل، هنا شهيد. لا إله إلا الله. المنطقة مسحت بالكامل، المنطقة لا أثر لها، شهداء في كل مكان، مجزرة. هذا المكان، المكان الرئيسي اللي يتواجد فيه النازحون، هي أماكن النزوح، مكان خيام، مجزرة يا جماعة الخير، حسبي الله، مجزرة. لا نعرف ماذا حصل هنا. 5 من ضباط الدفاع المدني تم استشهادهم في هذا المكان أثناء عملية الإنقاذ.